بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوما مقبولا. ربنا يتقبل منا ومنكم ويعيننا على الصيام والقيام وأن نكون دوما من المقبولين. سؤالنا النهاردة بيسأل إيه حكم الحقن التي تؤخذ في العضل أو الوريد؟ وحتى بيقول السؤال حقن الفيتامينات حكمها ايه، تفطر ولا لا تفطر؟ الجواب ان احنا بنقول الاشياء التي تفطر هي التي تدخل من منفذ مفتوح الى الجوف او الى داخل الدماغ. العلماء بيسموها كده داخل الدماغ، فتحة الانف اللي هي بتخش للامعاء والمعدة والمثانة اللي ممكن تدخل من فتحة الشرج، دي الحاجات اللي تفطر. طيب هي الحقنة بتخش من ناحية الأنف لو وصل للفم مثلا، من الفم أو من الأنف وصل للفم أو من فتحة الشرج؟ لا، دي الإنسان بياخدها في العضل أو في الوريد، يعني مش من منفذ مفتوح. العلماء بيقرروا هنا إن طالما أن الشيء دخل إلى جسم الإنسان من غير منفذ مفتوح طبيعي فهو لا يفطر. طب والحقنة بتاعت الفيتامينات، حتى الحقنة بتاعت الفيتامينات أو حتى قالوا اللي فيها تغذية، واحد مثلا معلق أي حاجة والأطباء قال لازم كده بس ما بياخدهاش من منفذ مفتوح، قال العلماء الشيخ محمد بخيت المطيع وغيره من ودعل عليه دار الإفتاء المصرية قالوا أنه لا يفطر وصومه صحيح. فإحنا بنطمن كل اللي بياخد حقن ما تسألش، خلاص صومك إن شاء الله صحيح وربنا يتقبل منك ويشفيك ويعافيك وصوما مقبولا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.